متتبعة غادي تقول لي ضروري نشارك معكم قصتي للعبرة، قصة أب نرجسي اللي حرمنا من الوجود ديالو والحنان ديالو وعيشنا في الجوع والقهر، وخا كان إنسان ميسور والأكثر من هذا عشنا معاه خير في القمح. تيقوني إذا قلت لكم بأنه أب بالاسم فقط، ولكن ما تحمله الكلمة من المعنى فهو بعيد عليها جدا بمسافات ومسافات. في هذه الحلقة غادي تكون حكايتي حكاية فيها غادي نخوي قلبي على سنين كثار اللي دازوا من عمري. سلام ومرحبا بكم من جديد في قناتنا اليوتيوب سلاميليك. كنتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اولا يسعدني كثيرا لما كنقرا التعاليق ديالكم، وخصوصا كيفاش كتعاملوا مع صاحبات كل حكاية من هذا البرنامج، برنامج هذه حكايتي. وصراحة عمرني قريت شي تعليق سلبي تجاههم، وهذا الأمر هو اللي كيفرحني بزاف واللي كيدل فعلا على الرقي ديالكم وأخلاقكم وأدبكم. اللي تيقوني فاش كتقراها صاحبة كل قصة كتطبطبوا على قلبها، ولقوله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، فسدت كل واحد بهذا الصدقة. ونيابة على صاحبات هاد الخمسة ديال الحكايات اللي دازو كنقول لكم شكرا جزيلا، الله ينوركم. طولت عليكم، لنبدأ. صاحبة حكايتنا اليوم فضلت أنها تحافظ على الاسم ديالها أسماء، واللي كتقول الأب ديالي خدام في السكك الحديدية والأم ديالي ربت بيت. نقربكم من والديا اللي معاهم تولدت هاد القصة، نقربكم أكثر من ماما وكيفاش تزوجت بالأب ديالي. ماما إنسانة مكافحة، هي اللي كبرت خوالي واللي هما خوتها حتى وصلوا لمراتب كبار، من حيتاش هي اللي كانت خدامة عليهم، كانت كتاجر في السلعة اللي كتجيبها وكتبيعها لمحلات كبار، واللي من بعد غادي يشوفها بابا واحد النهار ويبقى حاط عليها العين وسيعجب بالشخصية ديالها مع الغير وكيفاش كتفرض راسها واقفة على رجليها. المهم بقى كيتبعها ويشد الطريق على ودها، حيتاش هو من مدينة وهي من مدينة واحدة أخرى. غادي تقرب ليها ويطلب منها تحبس هاد الخدمة حيتاش بغيت تقدم ليها. ماما فرحات، الناس غيبداو ينصحوها باش أنها تبعد منه لأنه إنسان ما مزيانش، ولكن ما سمعت لحتى شي واحد. ماما غتعرف على بابا أكثر في هاد الفترة ديال التعارف ديالهم، وغادي تكتشف شخصيته الحقيقية، وغادي تلقاه باللي أنه عامر غير بالسلبيات، وخصوصا إنسان بخيل كتسطر عليها. بحال مثال بسيط، كان إذا جاي يزورها في دارهم قبل العقد ما كانت يجيب معها حتى حاجة، حليب هو الاخر ما كانش يدخلوا معاه. في هذا الوقت ماما غتسمع القلبة، قال ليها هو اللي بغيت وبلي أنه يقدر يتبدل، وما فكرش إلا ما تبدلش، وبدات كترضى على كل شيء. المهم غادي تزوج به وغادي تسكن معاه في دار نتاع جدي اللي هو باه، وغادي يكونوا ساكنين معاهم حتى خوتو اللي حتى هما ما كانوش مزيانين. ماما في هذه الفتره غادي تبيع ذهبها واي حاجه عندها خاليه حتى يبنيو دارهم ويفرشوها ومشاو ليها. ماما من بعد حملت، وبابا غادي يطلب منها باش انها تحيد هذاك البيبي. بداو كيترددوا في الهضره، وشاء القدر سبحان الله ان ماما غادي تمرض ويجيها نزيف وغادي تمشي لعند طبيب وغادي يجهضوه ليها من حيتاش توفى. من بعد عامين غادي تحمل باختي الكبيره اللي عندها دابا 28 سنه. ندير واحد الخريجه خفيفه، من بعد ما بديت كنسول صاحبه القصه اللي هي اسماء في التفاصيل اكثر، ففضلت انها تدوزي ماماها باش تكون شهاده حيه واكثر واقعيه. بمعنى هاد الفقره اللي غادي نحكي لكم بلسان الام ديال اسماء، ولكن باختصار مفيد، واللي كتقول كنا عايشين عادي بحال كاع الازواج، كل شيء كان بخير، وكنت انا هي الري وانا هي الشوار. من بعد عامين على ولادتي الاولى غادي نزيد نحمل بولدي اللي في هذه الفتره ديال حبالتي دوزتها كلها عذاب، وهنا فين تاكدت بلي فعلا تبدل راجلي. وليت غير كندوي معاه كيقلب عليا الطبله، وباش نقنع راسي بهذه العلاقه تنقول المراه هي اللي تصبر، المراه هي اللي دير بحساب ولادها، غادي نحمل باسماء واللي هي صاحبه الحكايه. المهم نفس القصه مستمره، بقيت غدا معاه رغم المعاناة، وتطور عنده العنف، ولا كيتجرأ يضربني ولا يقطع عليا كاع المصروف، كان كيعذبني وكيتلدد فاش كيشوفني كنتأذى. تصوروا وانا حاملة وكان تحم وهو كيجيب الماكلة حتى لحدايا، وكنشوف فيه كنموت وما كيعتقنيش. غادي تدوز ديك الفترة كلها تمرحيل وعذاب حتى ولدتها. عائلتي بعيدة عليا
وفكرة واحدة كانت مسيطرة على دماغي، هما تقاليدنا. المرأة ما خصهاش تطلق، شوها كلام الناس، أنا عندي الأولاد. المهم بقيت صابرة وغدا معاه إلى أن يشاء القدر مرة واحدة أخرى أنني غادي نحمل بولدي الصغير. عاوتاني هاد المرحلة من التعذيب كانت من نوع آخر، كان كيضربني كيجوعني وكيطفي عليا الضو. وكان عقل في واحد الصيف كانت الحرارة بزاف، لا تلاجة لا ما بارد لا ماكلة، والولاد كلهم معايا. ما نقدرش نبكي، ما نقدرش نشكي ولا ندوي مع دارنا، عايشة غير بالشمعة وساكتة. ولدي الصغير غادي نولدو في دارنا. لما رجعت غادي نسيق الخبر بلي ماتت بنت خت جارتي اللي ساكنة حدايا. غادي نمشي نعزيها وغنقول ليها باش نمشي وعندوك الناس نعزيهم. هي انطقات وقالت ليا ما تمشيش تعزيها، راه السيدة عندها البنت وهذيك البنت راه بنت راجلك. ويلي كيفاش وقتاش علاقة راجلي غادي تبدا لما ولدت بنتي الاولى؟ فهاد الوقت ما كنتش عارفه بلي عنده علاقه مع واحد السيده اللي كانت مطلقه بزوج بنات وولد وجات للمدينه وكانت يصرف عليها. المهم جارتي قالت ليا بلي راه فاش بغات تموت عيطات ليا وقالت ليا بلي راه البنت بنت راجلي وخصك تمشي تشهدي مع ولادي. وكانت صدمه من العيار الثقيل، دارت بيا الدنيا وما عرفت ما ندير. كلشي توقعته الا هاد البنت. واحد النهار مع الصباح كنفطروا وانا جالسه حداه غادي تصوني عليه هاد البنت، غيجمع الوقفه ديك الساعه. تزايدت انا وياه في الهضره تناقشنا وقلت ليه بلي انا عارفه كل شيء، عارفه بلي عندك بنت. بقى كيكذب وكيحلف وكينكر. المهم ماما اسماء كتقول بلي تقدروا تسولوني علاش ما حبسش في الولاده الثانيه وزدت معاه واخا عرفتو على حقيقته. ولكن غنقول لكم بلي ببساطه ما كانش الوعي، واي حامل فكان مفاجئ. في 2008 غادي نسق الخبر بلي حملت مره اخرى، غادي نقولها ليه وما غادي يقول والو، غيبقى غير حاني راسو علما انه راه كيهجرني بالشهوره وما كيتسوقش ليا. غادي يدوز مده قليله غادي يعيط ليا وغادي يقول ليا شدي الطاكسي واجي للبلاصه الفلانيه. فعلا مشيت وغادي نلقاه عند طبيب نسائي واخد ليا موعد ومخلصو باش يجهض ليا البيبي. ومعه هو انسان سلطوي فما قدرتش ندير والو من غير انني نبرد على راسي بالبكاء. كتقول بلي هاد الزوج انسان نرجسي بما تحمله الكلمه من معنى وخطير بزاف. كان طيب ليه، كان صب لي جميع الحقوق ديالي كزوجه اللي غدا غنتحاسب عليهم امام الله دايرهم من جهته. هو ما كيكسيني، ما عتقني بدرهم. حاجه وحده اللي دايرها ليا هي انني كناكل معاه. فمؤخرا قررت باش انني نرفع عليه دعوه حيتاش حصلته مع جارتي اللي كانت فعلا لفعاف عيلها معايا. تندخلها لداري ونشاركها همي وهي كانت كتجيب مني الهضره عليه وكتسجلني وكتبدا كتصيفط ليه. غتقولوا كيفاش عرفتي هذا الشيء؟ واحد النهار غادي نسجل لابليكاسيون عنده في التليفون وغادي نتجسس عليه حيتاش كنت عارفه بلي انه كيفسد. المهم في الاونه الاخيره دعيته وطلبت منه الطلاق، ولكن في الاخير تراجعت حيتاش عرفت بلي انني ما غادي نربح والو، ولكن غادي ندعيه على النفقه ديالي اللي غادي تخرج ليا. واخا هكاك عمرو ما عطاها ليا. ما بغيتش نحكر عليه فيها لحقاش ما تليتش باغا نجبد مازال صداع، ما بقيتش مستعده للمشاكل. هو انسان مريض بالفلوس وحطهم في قلبه وسلطوي لدرجه لا تصور. ففي الاخير ما غادي نربحو في حتى حاجه. دابا غادي ندخلو في الشهاده نتاع اسماء، شهادات لي باحساسها ومشاعرها وكلماتها واللي كتقول حنا كنكبروا وكنشهدوا على العنف والفساد وعلى حب ذاته وكيفاش كيتلذذ وهو كيعذبنا. كنكبروا وكنشوفوا ماما كتصبر راسها بحال ودكم غادي نصبر ونسمح. حنا عشنا في وسط كئيب. تيقوني اذا قلت لكم ما كنعرفوش المعنى ديال نتجمعوا كعائله على طبله واحده وناكلوا مجموعين بحب ونشطين. ديما كناكلوا بالغوات وبالدباز واي حاجه بسيطه كيضربنا عليها، معيشنا في الرعب. فاذا جا من الخدمه خاصو ياكل وينعس وما يسمعش الحز نتاع شي واحد فينا، وإلا جاب الله فيقناه كينوض يتهبس مع ماما حيتاش هي السبب. واذا مثلا كانت خاصنا شي حاجه ما يجيبهاش لينا. فمن غير انه اب عنيف فهو اب مريض بالنرجسيه، اب بخيل لواحد الدرجه ما كتصورش، ما كيطلعش درهم من جيبه.
كرفس علينا بزاف وباقي لحد الان وخا كبرنا. تخيلوا اذا دخل شي حاجه في يدي تجلس بالشهور عادي عاود يدخلها. وبابا زعما انسان ميسور ماشي شي حد مكرفس اللي نقدروا نعذروه. فتخيلوا معايا غير من الويفي مدخلوا لينا حتى 2021 عينا ما نطلبوه، وكان انه بامكانه انه يدخلوا لينا منين يالله بدا. المهم اختي الكبيره سهل عليها مولانا تزوجات وخرجت من البلاد وبهذا المعنى تعتقات. خويا قرا وتخرج ولا بوليسي وتسرسم الحمد لله وحتى هو تعتق. خويا الصغير مشى لاسبانيا. اما عن نفسي قريت وشديت الباك وعندي ديبلوم، وحاليا انا غير جالسه في الدار في ديك القوقعه ديالي ما كندير حتى حاجه. دوزت حياتي كلها انا وخوتي بالقمع، ومن العيد لعيد عاد نقدروا نشريو شي حاجه جديده اذا كانت خاصانا، ماشي اذا كانت خاصانا ولكن كان ديما كيخصنا. خوالي هما اللي كانوا لاعبين الدور ديالو، هما اللي كانوا مهليين فينا. عندنا في الدار غير الاسم ديال الاب، ولكن الابوه محرومين منها، ويا ريت لو كان فعلا تحرمنا منها بامر اخر. راكم فهمتوني، على اننا نعيش مع انسان كيبغي غير راسو وكيفكر غير في راسو، خصوصا انه يكون باك لا حنان لا حمايه ولا وجود. هذا الشيء ما كانش سهل علينا حيتاش كل واحد منا تاثر وهو تيكبر. فاختي قبل ما تزوج كانت معقده، خويا كان دخل في اكتئاب حاد حيتاش كان معنفو بابا، وبحيله دخل في انفصام شخصيه نوعا ما. خويا الصغير غادي يخرجوا من المدرسه، غادي يخرجوا باش يخدم، من بعد غادي يدير ليه الفيزا وغادي يسافطوا لاسبانيا، وانا حاليا معاهم انا الوحيده. واخا بقيت معاهم فباقي هو بنفس البخل، ما كيفكرش يعطيني ولا يقول لي شنو خصك. فالله يجعلني نلبس لبسه يبقى كيشوفني لابسها حتى عام، والله ما يقول لي شي حاجه. المهم حارمني بزاف ديال الامور، ما فيهش النفس ديال ولادو، ومن عاد ما عنده المسؤوليه فهو عنده مشكل مع ماما، حنا شنو الذنب ديالنا؟ من ديما كنتمنى انه شي نهار يقول لي بنتي ويطبطب عليا. حنا حاليا في الدار عايشين الفوق وهو لتحت، وكيتواصل معايا تخيلوا غير بالتليفون، دايرين بحال شي جيران غير تيشوفها تيقلب الدوره شي ما حاملشي. فكاين اللي تيقول لنا بلي عندكم سحور ما سحور، ولكن حنا مامنين بحاجه وحده بالقضاء والقدر، وما بغيناش ندخلوا في هذا العالم حيتاش راكم عارفين كيفاش داير. والحمد لله عشت حياه صعيبه وسط والديا، من ديما مخاصمين بالليل والجيران ديما مفرجين فينا، كاع اللي عندنا في الدار كان كيتشخشخ سنين، وحنا بلا تلفازه ولا ثلاجه ولا ويفي. تخيلوا فاش بقيت معاهم الراس في الراس شحال من مره اضطريت انني نجمع حوايجي باش نمشي في حالي، ولكن كنت راجع في اخر دقيقه، كنت فكر ماما، كنت فكر فين غادي نقدر نخليها معاه. صبرت معاه بزاف حتى كبرتنا، تنقول نزيد نصبر حيتاش دابا هي اللي محتاجانا وناويه فينا الخير باش نعوضوها. ماما كانت الام والاب، كانت السند واخا كانت مضروره، ولدابا واخا نديروا لها المستحيل ما نقدروش نعوضوها على عظامها اللي كلاو العصا على ودنا، وعلى عينيها اللي نشوفوا من البكا، وعلى مشاعرها وكرامتها اللي زدمات عليها وعلى ودنا. بابا كيحرمنا من المصروف وكيحطوا في الفساد مع البنات اللي كيصيفط لهم الريشارج، اذا قلنا ليه راه خاص غير شي حاجه بسيطه ما تيجيبهاش، وتيقول لينا راه حنا احسن من الناس وحنا تلاشنا خاويه. كل ما كنطلبوه كل مره فهو كيتلذذ بالمعاناة ديالنا. هكا عايشين حاليا، لا عائلة ولا حباب، وما عندوش الحنان ديال ولادو، ما كيدويش مع خوتي وبرا هما بيه، فمرة مرة كيسولو فيه. واللي كنقول مع راسي معظم الأوقات هو كيفاش هاد الأب بغانا نتفكروه ولا نترحمو عليه هو صرف غير الشر معانا، عمرو ما حضنا. انا اللي حداه ما تيسولش فيا، كيسحب ليه واش غادي نقول ليه اعطيني، وهذا هو المنظور ديالو. ولكن انا كنهبط نشوفو غير باش نطمئن عليه لوجه الله، حيتاش كيبقى بابا واخا هادشي اللي دوز علينا كله. وهذه هي قصتي مع الاب نرجسي. نصيحتي لاي انسانه كيف ما كانت خصها تقرا وتعى وتخدم وتعرف شنو هي الحياه الزوجيه، وتختار بالعقل الانسان اللي غادي تكمل مع حياتها، حيتاش هذا مشروع نتاع زوج ديال الاشخاص اللي خاصو يكون مدروس. ونصيحتي هو اي وحده بغات تزوج تختار الانسان اللي كيخاف مولانا، هاد النوع غتنجح معاه حيتاش عمره ما يقدر ياذيها. اما هذاك الكلام المعسول وقوه الحب والتمثيل ما غاديش يطول معاك. من الاحسن تخدمي وتدمري وتجلسي حدا والديك على انك تدفني راسك وسط اربعه ديال الحيوط وتولدي اطفال تعذبيهم ويطلعوا فيهم عقد في وسط المجتمع.
وهذه هي كانت قصة ورسالة أسماء. كمستمعة لقصة أسماء واللي فهمتها وحسيت بكل حاجة قالتها غادي نقول لك مباشرة، باك غلط والله أعلم، ولكن أنت من الواجب ديالك أنك تكوني بارة. واخا صرف فيكم الشر فهذه سنة الله في خلقه، وما غاديش تبتلي في هذا العمر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا كنقول والله أعلم استغلي هذه الفرصة وتقربي منه، هبطي ليه الماكلة وجلسي حداه، جمعي معاه، واخا الداخل عندك مجروح واخا هو ما يعبركش، في لحظة ضعف دابا فاش كبر يقدر يحن، ولعل هذه التصرفات البسيطة اللي غديري من جهته تخليه أنه يراجع نفسه. فأنتي حاولي تسامحيه من أجلك أنتي باش تقدري تبداي صفحة جديدة وتعرفي تعيشي. غدي يقدر يموت ويتندم معاك الحال حيتاش ما عذرتيهش. أنتي وخوتك حاولوا تلقاو ليه دار حيتاش كيبقى باكم، فكون كان شخص اخر ما كيهمش، ولكن من اجل المقام اللي عطاه ليه ربي في حياتكم صبروا. ومامك بينها وبينه هذيك امور شخصيه، ولكن انتيا ادي الواجب ديالك اللي وصلنا عليه الحبيب ومولانا. على الاقل فاش تحطي راسك بالليل غادي تحطيه بضمير وانتي مرتاحه حيتاش درتي ما في جهدك باش انك تصلحي هذه العلاقه. وهذه نصيحه مني كاخت مستمعه لقصتك. وصراحة مكرش أنه كل فرد من عائلتنا تاع قناتنا سلاميليك حتى هو شاركونا آراءكم باش نقدروا نفيدوا أسماء ونقدروا حتى نطبطبوا على الجرح اللي عندها، لا هي ولا الأم ديالها ولا خوتها. وياريت ياريت لوجه الله لا غير شي حد يعاونها تخدم في الدومين تاع الباتيسري حيتاش عندها ديبلوم، علما انها كتخدم في مدينه صغيره. ما نقدرش نبوح عليكم هكا امام العلن، ولكن عافاكم اذا كان فعلا شي حد بغى شي حد يخدم ليه في هذا الدومين يتواصل معايا في الخاص ونقول ليش من المدينه اللي كتسكن فيها. وكيقول لك اخدم تخدم، بمعنى اذا خدمتي شي عبد من عباد الله فمولانا كيسخر لك حتى انت من عباده اللي يخدمك. هذه كانت قصه حلقتنا اليوم. شكرا على دعمكم، على تواصلكم، على اي واحد جا من انستغرام، تيك توك، الفيسبوك، وحتى ولو كان غير كيتسرى في يوتيوب ولقاني يدخل عندي. غادي نقول لكم مرحبا بكم، وبفضل مولانا اللي سخركم ليا غادي نقول لكم شكرا لانكم كتخليوا هذا المحتوى يزيد لقدام. واكيد قصه اليوم غادي تكونوا استفدتوا منها شحال من حاجه. نتلاقاو في حلقه مقبله. سلام سلام.